الحمراء هيا وزوروها زي الحمراء يا ناس عنا. عسلامتكم ومرحبا بكم. اليوم راح ندير معاكم نوفيل غوسيت اللي هي خبز الباي. على خبز الباي دي سي اون غوسيت اللي ما نعملوهاش ديما، بكري كانوا يعملوها كوتيديانمون مي دونك نسيناها. الوغ اليوم جي ديسيدي مادام جينا المولد على البيبان دونك بوركوا با نديروها نشربوا بها القهوه العشيه ولا تاي بوركوا با. فوالا الوغ الكاتو هذا يتعمل بلا شابلور واللوز. الوغ تحبوا اللوز، تحبوا الكاوكاو، تحبوا واش عندكم، تقدروا حتى تعوضوهم. انا بيرسونيلمون نقدر نعوضهم بالزبيب. الوغ ندير الخبز ومعاه لي بارفان اللي حبيت انا ونزيد معاهم الزبيب. اليوم مانيش راح نحط الزبيب، راح ندير لكم لا غوسيت اوتنتيك هي بالذات. الوغ باش ندير الخبز الباي تاعي هذا، عندي هنا كاس ونص كاس تاع ماء، عندي كاس نتاع سكر، وعندي هنا نص كعبة قارص عصرتها، وعندي هنا هذه النص اللي عصرته، وعندي اون ترونش تاع قارص راح ندير بهم لو سيرو. وعلى نبدا بالسيرو انا باسكو لازم يبرد باش نصبو فوق الكاطو تاعي، لازم السيرو يكون بارد. الوغ نص كاس نتاع ماء، كاس نتاع ماء دونك كلش كاس ونص، معاهم كاس نتاع سكر. انا كي نشوف روحي نحط السكر ياسر قلبي يوجعني باسكو ما نحبش السكر ياسر في الكاطو. عندي هنا نص كعبه تاع قارص مي جو سوي اوبليجي نحطو، وعندي هنا هادي النص اللي عصرته وبقى لي راح نحطو، وعندي اوسي اون ترونش نتاع قارص رايح نحطها. درك راح ندير السيرو تاعي هذا، نبدا به كيما قلت لكم في الديبي باش منا اللي يطيب الكاطو تاعي يكون برد السيرو. او السيرو راح نخليه يغلي كيما يهز الغلوه واحد ابوبري 5 6 مينوت ونطفي عليه. نطفي عليه خاطر كون نزيد راح يعقد ياسر، وكنا ندير ابري افون بلوتو راح يجيني ميه ياسر وتجيني لاباط نتاعي ميه ماهيش معسله. فوالا درك راح نحطو هذا كيما قلت لكم يغلي، كيما يهز الغلوه نحسب 5 ولا 6 دقائق ونطفي عليه. الا نرجع لكم درك باش نكملوا لا غسيت. الا خبز الباي تاعنا بعد ما حطيت السيرو تاعو طاب سي بون غلا حطيته درك قاعد يبرد. الا اونتر طون واش قاعده ندير؟ عندي هنا لا شابلور سيتادي خبز يابس خليته يبس ورحيته. وكاين لما عندكمش لا شابلور بون تحكموا الخبز تحطوه في الفوق كي تشوفوه احتم تجبدوه وترحيوه. عندي هنا درت كاس ماهوش معمر، كاس ماهوش معمر هذا لا كونتيتي انا اللي خيرتها. الوغ عندي هنا لوز قليتو ورحيتو. اللوز تنجمو تعوضوه بالكاوكاو، تنجمو تعوضوه بنوا د كوكو، عوضوه باللي حبيتو نتوما. فوالا مش محتم اللوز، هي لا غوسيت الاصليه فيها اللوز مي دابخي لي سولون بلوتو لي مويان تاعكم نتوما ديروا واش حبيتو. سوف كو لا كونتيتي نتاع الخبز نتاع لا شابلور نفسها نتاع تاع اللوز ولا اللي خيرته اخر. هنا نورمالمون عندي نفس الكميه لا ميم كونتيتي سكر، لا ميم كونتيتي ولا ناقصه شوي سكر. كما انا ما نحبش السكر ياسر دونك واش عملت؟ حكمت الكاس هذا. الوغ تقولوا لي سي با لو ميم فير، ماهوش نفس الكاس باسكو تو سامبلومون في الديميناجمون تكسروا لي الاخرين قعدوا لي غير زوز هادم. دونك واش عملت انا؟ لا كونتيتي نتاع لا شابلور هاديه قسمتها على 3، ستادير الكاس على 3 تاع لا كونتيتي اللي كيلت هنا، وكيلتها سكر، كيلتها سكر. وعلاه انا ناقصت سكر؟ باسكو السيرو تاعي ديجا محلي ياسر دونك دو بريفيرونس ما نزيدش نكثر انا السكر ياسر. فوالا عندي هنا لو انتيير ستادير التولوت نتاع لا كونتيتي تاع اللوز ولا لا شابلور سكر، وعندي هنا زبده دايبه. الوغ الزبده اون برانسيب سي ان دومي فيغ، انا نقصت شويه، نقصت شويه نص كاس، نص الكاس هذا سادير نص لا كونتيتي ديما تاع اللوز لي ولا لا شابلور لي خيرتهم. عندي هنا 4 عدمات. الوغ درت 4 عدمات باسكو العدم تاعي صغيره شويه.
عندي هنا لافاني راح نحط فيها ان ساشي تاع لافاني لا لوفور كيف كيف ان ساشي و لو زيز دو سيترون صادير بشرط القارص و ديت منه باش ندير العجينه تاعي راح نبدا انا دركا عندي هذا لو بول راح نحط فيه دابور لا دام voilà هذه سي لا ديرنيير voilà alors حطيت لا دام جاي سي نخلطها شويه alors لا دام هذيك راح نحط عليها الزبده تاعي اللي ذوبتها ونزيد عليهم السكر نزيد نحط لافاني جيسبر تشوفوا مليح بون جو في راجوتي كلش مع بعضها فوالا حطيت لافاني لا لوفور شيميك ولا زيت دو سيترون درك نخلطهم شابلور ونحط معاها هذاك اللوز اللي رحيتو قليتو بلوتو ورحيتو ونخلط كلش مع بعض فوالا هاي كيفاش تجيكم فوالا خلطوها مليح الوغ درك واش رايحه ندير نحكم هذا لو بلاطو تاعي انا درت لو بلاطو هذا كاين عندي اكثر منه مي جي بريفيري هذا سي على حساب لا كونتيتي تاع العجينه اللي راح نديرها بيان سور درت له الزبده هادو سي تروفا قعدوا خليتهم اكسبري دهنتو بالزبده فوالا دهنتو مليح بالزبده ودرك راح نحط عليه هذاك لو ميلونج اللي عملته ديجا الريحه تاع القارص مع اللوز فريمون ريغال فوالا هذا لا ريسيت تاعي لي سوبر فاسيل و جينيرالمون ما تكلفناش ياسر سورتو لا درتوها بالكاوكاو ولا نوا دو كوكو ولا سولون لي مويان تاع تاعكم في الدار فوالا ويا با دو مال كي ندلو رواحنا شويه دو طون زون طون نحطو لها نحطو فيها اللوز كيما لا ريسيت دوريجين اي تو فوالا هادي درك عندي الكاطو تاعي واجدها هي العجينه درك نحطها طيب 180 دغري 180 درجه ابوبري 25 مينوت 25 دقيقه ونجبدها كي نجبدها راح نصب عليها وهي سخونه نصب عليها داك لو سيرو اللي درتو هي برسك كيما البسبوسه كيما قلب اللوز كيما سي برسك لو ميم برينسيپ سورتو على الاخر كي نكملوها فوالا نرجع لكم من بعد بعد ما طيب نعاود لكم 180 دغري 25 مينوت راكم تشوفوها حمرت شوي من فوق اجبدوها من الفوق وصبوا عليها هذاك لو سيرو اللي برد الا شفتوه مازال سخون حاولوا تبردوه لو ماكسيموم فوالا فوالا الكاطو تاعي طابت راح نحط عليها درك ونخرجتها انا راح نحط عليها السيرو درك قدامكم ها السيرو برد بيان سور لازم نسقيها مليح قاعده تشرب دونك سي ان بون سيني سا فو دير هي مفخفخه مليح لا نصب السيرو كامل اللي عملته جانسيس سور لو فات لي لازم تخليوها يبرد السيرو تاعكم سينو تعجن لكم كون ديروه هو سخون راح تعجن لكم الكاطو تاعكم فوالا جو با توشي باسكو سخون ياسر اون سي با لا بين الوغ درك واش راح ندير رايحه نقص الكاطو تاعي فوالا كيما تشوفوا قبل ما نقص انا نسيت راح نحط عليها هذوما لي زاموند ديفيلي درتهم هكاك برك شباح نجمو ما ديروهمش نتوما بنات با اوبليجي فوالا فوالا نقص
نقصهم دي بتي كاري، دي بتي كاري كيما هكا. انا راح نقصهم ونكملهم ونحطهم في صحن ونعتهم لكم. فوالا خبز البيت تاعي بعد ما وجد انا قصيته بيان سور دركا برد. الوغ عندكم هاو كيفاش يجي، يجي فريمون مفخفخ، يجي بنين 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 هايل. اي ما يطلبش حاجه كبيره، شويه خبز اوليو نطيشوها حنا. مالف انا نشوف الناس كيفاه تطيش في الخبز، اوليو نطيش انا الخبز تاعي هذاك، وعليه ما نديروش كيما هكا ان جاتو نتمتع بيه ونشرب بيه قهوه ولا تاي ولا. اوليو دو جوتي هذوك لي غروس كونتيتي دو خبز اللي قاعدين نلقاو فيهم ديما في حاشاكم لي بوبال. فوالا هذا سي ان فيو غاتو تاعنا حنا تاعنا في 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 الجزائر نديروه في اون الجيري جو دير. وعليه ما نعاودوش نرجعوه دركا. فوالا نقول لكم جربوه وان شاء الله يعجبكم، وما تنساوش ما تبخلوش عليا باللي جام لي كومونتير وابوني ولي هما ما همش ابوني كوم سا تكبر لا شين تاعنا وتتعرف اكثر. ولو بيت نتاعي انا سي نعلم الناس اللي ما تعرفش طيب ولا لي ديبيوتون، ولا كي نقول ديبيوتون جو دير كو سوا رجال ولا نساء، باسكو كاين رجال اوسي يحبوا الطياب بوكو با. فوالا فوالا نقول لكم في الامان وان شاء الله نتلاقى معكم في غوسيت واحد اخرى. واستناوني نهارين هذوما راح ندير لكم بتيت سوربريز. الو لا سوربريز دي سي كيما وعدتكم في الديبي، خلاص ندير لكم ان بتي كونكور. سي ان كونكور سامبل خلاص، ما فيهش حاجه كبيره، ونقول لكم عليه الايامات الجايين ان شاء الله. فوالا في الامان وان شاء الله نخليكم على خير وعافيه.